السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذه الحلقة من برنامج مقاصد أن نضيف الدكتور عمر عبد العزيز القرشي، رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا. في هذه الحلقة نبحث موضوع الخلافة الإسلامية من حيث مفهومها وأهميتها وعلاقتها بالإمامة والوظيفة الشرعية والحضارية التي تؤديها في الإسلام، ونسأل ضيفنا عن مدى صلاحيتها عبر الزمان والمكان. وهذا الموضوع يكتسب أهميته من الجدل الدائر حول هذه القضية، خصوصا في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة العربية. تفاصيل هذه الحلقة تأتيكم بعد هنيها. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام، نرحب من خلالكم بضيفنا الكريم الدكتور عمر عبد العزيز القرشي، رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. بداية دكتور، موضوع مهم حيوي خطير، يعني يحدث جدلا على مستوى النخب وحتى على مستوى العام على الساحة الامتداد الساحة الإسلامية، وخصوصا منذ انطلاق يعني أحداث الربيع العربي أو ما يعرف بالربيع العربي، الانتفاضة الشعبية في عدد من الدول العربية. نريد أن نبحث معك بداية في الدلالة الاصطلاحية لهذه المفردة، لهذه الكلمة الخلافة، وهل هي الإمامة نفسها بالمنظور الإسلامي السني، هل هي الإمامة نفسها أم ثمة فرق بينهما؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والتحية موصولة ومردودة لحضرتك فجزاك الله خيرا. حياكم الله. قضية الخلافة قضية أمة، قضية الخلافة قضية حياة، قضية الخلافة قضية دين. الخلافة هي وراثة النبوة، حيث لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الخلافة وراثة عن النبوة، وهي حراسة الدنيا بالدين. في مفهومها الاصطلاحي، الخلافة وراثة عن النبوة وهي حراسة للدنيا بالدين. حراسة الدنيا، الدنيا بأسرها بكل ما فيها، بكل ما فيها، بالدين، بما وضعه من قواعد وضوابط وشروط لكل ضروب الحياة، سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، تربوية، تعليمية، فكرية، بحيث شملت الزمان طولا وعرضا واتساعا وعمقا، فلا تدع كبيرة ولا صغيرة ولا تفرط في شاردة ولا واردة. وهي أي الخلافة هي ذاتها الإمامة بمفهومنا السني، وليست بالمفهوم الشيعي الرافضي. فالخلافة هي الإمامة، وكما قلنا خلافة عن النبوة، وقد مضت الخلافة في أطوارها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهميتها اختير الخليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، لعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه ما ينبغي لهذه الأمة أن تترك بدون قيادة أو خلافة من بعد النبوة، ولو للحظات يتم فيها
تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام تغسيلا وتكفينا وصلاة ودفنا، إنما اختير الخليفة ثم راح يقوم بدوره وقد علم من يسد مسد النبوة ومسد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بداية الخلافة الراشدة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد أجمعت الأمة على خلافته، ورأت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي صنيعه مع أبي بكر ما يدل على أنه هو الخليفة. هذا ربما يقودنا إلى الحديث عن الظروف والملابسات التاريخية التي نشأ فيها مفهوم الخلافة، وهل نشأ هذا المفهوم ببعد ديني أم ببعد سياسي اجتهادي؟ مفهوم الخلافة قديم بقدم البشرية، بل هو وجد قبل أن توجد البشرية، فإن الله عز وجل حين أراد أن يخلق آدم هيأ عالم الملائكة لاستقبال هذا المخلوق الجديد الموصوف بهذا الوصف الخليفة. فكانت هذه الآية أو كان هذا الإعلام من الله عز وجل لملائكته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهذه أول كلمة أو أول ما بدأت بها كلمة الخلافة أو الخليفة قبل خلق آدم بأربعين سنة: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة مهمته يقوم بأحكام الله في أرض الله، لأن الإنسان خلق وله مهام على رأسها عبادة الله وخلافة عن الله. عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة لا يمكن أن تكون بالقدر الذي يحبه الله إلا إذا كانت معها الخلافة، تهيئ الدنيا بأسرها لأن تكون عابدة لله عز وجل بالمعنى الشمولي للعبادة. ولذلك قارن الله عز وجل بين أمر الخلافة والعبادة في مثل آية سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. فكلمة الخلافة جاءت قبل خلق آدم وتكررت على مدى تاريخ البشرية، والله عز وجل استخدمها في مثل قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. ثم نجد قول الله عز وجل: ونريد، في قصة سيدنا موسى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إلى أن استخدمت كلمة الخلافة وبكثرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي راح يقول: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عاضا. وكذا قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون،
ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فهنا حديث واضح عن الخلافة وأطوارها وأشكالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بعد النبوة ستكون الخلافة الراشدة. طب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته بأنها تكون يعني حكما جبريا وتكون حكما ورثيا أو ملكيا أو عاضا إلى آخره، هذا يعني إذا كانت جبريا بما فيه من مظالم ليس بالضرورة أن تكون الخلافة كما قدمتها في أول الحلقة بأنها الإمامة، فليس من المعقول أن يكون في الإمامة ظلم وجبرية. لا، ليست الجبرية من الخلافة في شيء. إذن بماذا يعني النبي أضافها إلى الخلافة هنا في الحديث؟ لا، إنما يذكر مراحل سياسية تمر بها الأمة. لكن الأمة فيها نبوة وختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المرحلة الوحيدة التي تعد من المشاهدة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ما بعد هذه المرحلة كله غيب. من أنبأك هذا؟ يعني يا رسول الله نبأني العليم الخبير، فأخبر عما بعد النبوة بأنها تكون خلافة راشدة، وهذه هي الخلافة في أفضل صورها، في أفضل صورها خلافة راشدة على منهاج النبوة، استمرت 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يوم ما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية لتبدأ ملكا عاضا ورثيا كانت محسوبة 30 سنة. وماذا عن عمر بن عبد العزيز؟ خليفة الراشد. إذن أضيفت إلى هذه المدة، مدته أضيف إلى الخلفاء، لأن الخلفاء والأئمة الراشدين 12 على مر تاريخ الأمة. نعم. ومر الزمان، منهم عمر بن عبد العزيز. يقصد النبي أنها متوالية 30 عاما، 30 عاما متوالية، وكانت هذه أفضل مراحل الخلافة. الملك العضوض من الخلافة، لماذا هو من الخلافة مع أنه أخذ صورة أقل وأدنى من الخلافة الراشدة؟ لأنه استمر على أصول الخلافة، على المنهج الذي قامت عليه الخلافة، على المرجعية التي عليها الخلافة. وتستطيع أن تقول استمر هذا حتى الدولة العثمانية، وهذه فترة الملك العضوض الورثي، فلم ينفرط عقد الأمة إلا بسقوط الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية سنة 1924، يعني قبل أقل من قرن من الزمان. يعني إذا كنا احنا في 2020 فهذه سقط 1924، يعني يبقى 4 سنوات عشان نقول الخلافة سقطت منذ 100 سنة، منذ قرن كامل. هنا لازلنا في الخلافة إلى الخلافة العثمانية، وشريعة ودين وقرآن وسنة، بغض النظر عن النواقص والقصور، بغض النظر عن النواقص والقصور، لأن الخلافة الراشدة هي التي أخذت مظهر الكمال، ثم كان هناك تراجع سواء كان في الدولة الأموية بمسألة الإرث أو العباسية بعدها أو بقية الدول، إلى أن وصلنا إلى الخلافة والدولة العثمانية. لكن انفرط العقد بعد ذلك، وانتهت مسألة الخلافة في الأمة بضياع الشريعة حين جاءت العلمنة أو العلمانية والليبرالية وما إلى ذلك، فدخلنا في دائرة الحكم الجبري. الحكم الجبري لا صلة له بالخلافة، حكم يقوم على الظلم، على الجبر، على تنحية الشريعة،
على البعد عن الدين، على موالاة الكافرين، على ظلم المؤمنين، هذه مأخوذة من كلمة جبر، القهر، الظلم. هي الفترة التي نعيشها منذ سقطت الدولة العثمانية وإلى يوم الناس هذا. وأبشر بأننا ننتظر المرحلة القادمة والخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم سكت دلالة على أنها الأخيرة والعاقبة للمتقين. نحن حتى لا نستبق المحاور الدكتور، يعني نعم. قبل أن أذهب إلى الفاصل، الخلافة من حيث كونها نظام سياسي، ما مظاهرها وخصائصها العامة؟ بما تتسم؟ تتسم بروح الدين، وتتسم بمرجعية نفتقدها الآن. الخلافة كما قلنا وراثة عن النبوة وحراسة للدنيا بالدين، فلها مرجعية ولها منهج لخصه ربنا عز وجل في آيتين من سورة النساء. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية التي سبقتها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هما آيتان. يمكن بدأت أنا بالآية الثانية نظرا للحديث عن المرجعية. نعم. أن المرجعية للخلافة دين، قرآن وسنة، هذه من خصائصها، هذا أهم خصائصها. لكن الله عز وجل في الآية الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل، هذه أيضا هي من خصائص الخلافة في الإسلام، تأدية الأمانات إلى أهلها. الأمانات في الإسلام عبارة عن ولاية وأموال. الأموال تعد في الإسلام أمانات عامة وخاصة، والولايات التي تبدأ من تعيين أمير المؤمنين خليفة المسلمين إلى الحارس الذي يقف على باب البناية، كلهم رعاة، كلهم ولاة، أمروا بتأدية الأمانات المنوطة بهم كل على قدر مسؤوليته، كما حددها وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أول الأمانات مسألة الولاية، من الرئيس للوزير للغفير، كل هؤلاء وفيما بينهم القضاة والأئمة والمؤذنون والمعلمون: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قضية العدل في الخلافة يعني ثابتة من الثوابت التي لا تنفك عنها، فحيثما وجدت الظلم ولم تجد العدل فلا يعني توصف بأنها خلافة إطلاقا. هي حقيقة دكتور الخلافة في التأصيلات الفقهية وفي الحديث عنها تاريخيا أنها وظيفة الخليفة الذي يدير نظام الخلافة وظيفة معقدة بالغة التعقيد، حتى من مهام أنه تزويج المسلمات للمسلمين. وثمة من يقول من علماء المسلمين والمفكرين بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبعده عمر بن الخطاب عندما كانوا يذهبون إلى الخيمة ويطعمون فقراء المسلمين ويطهون الطعام لهم وينظفون خيمتهم ثم يعودون إلى كرسي الخلافة، ثمة من يقول لم يكن هذا ورعا بقدر ما كان التزاما بأداء وظيفة الخليفة. والله فيها معنى الورع أكثر من التزام، بمعنى يعني هو طبعا هذه مثالية عند أبي بكر يغيب وعمر، ولا يغيب الورع طبعا عن أبي بكر وعمر. نعم، هذه مثالية. ولذلك نحن عندنا في الخلافة مثالية وواقعية، وينبغي في الخليفة مثلا أن يكون كما قال الله على لسان يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ
عليم. وفي قصة موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه مثالية مطلوبة في الخليفة. وفي شرع الله إذا لم يوجد القوي الأمين ينبغي أن ينظر إلى من دونه، فإذا لم نجد إلا قويا فاجرا أو أمينا ضعيفا، فهنا يقال أيهما أصلح للأمة؟ هذا التقي الأمين تقواه لنفسه وضعيف وضعفه على الأمة، والقوي الفاجر قوته للأمة وفجوره على نفسه، فيختار القوي الفاجر عن الأمين الضعيف. كيف ذاك دكتور؟ يعني أنت مثلا تسند المهمة لقوي فاجر وتسنده كل السلطات والصلاحيات والجيش بيده، ثم تقول فجوره على نفسه؟ نعم. كيف هذا إذا يعني هذا ما الذي يضمن عدم استبداده بالرعية إذا ما كان قويا فاجرا؟ هذا يحتاج إلى تأصيل. نعم. نريد أن نبحثه بعد الفاصل، لأن أنا ذكرت أن الخلافة يعني من الإمامة وهي من أصول الدين، يحتاج الأمر إلى بسط الأدلة على وجود هذه الخلافة، أما أو إذا ما كانت اجتهادا سياسيا. بعد الفاصل نتابع حديثنا بعد العودة من فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن نظام الخلافة في الإسلام ووظيفته. دكتور عمر، نقطة مهمة تحتاج إلى بيان سريعا قبل أن أنتقل إلى السؤال الذي بعده. قلت إن الخلافة هي سياسة الدنيا كلها بما فيها بالدين. نعم. هذا قد يفهم منه بعض المشاهدين الكرام أن الدولة في الإسلام دولة دينية، والعلماء والمفكرون يجمعون تقريبا على أن الدولة في الإسلام ليست دولة دينية، بمعنى أن لا يحكمها رجال الدين ويسيطرون على كل مفصل فيها. كيف نوفق بين هذا وذاك؟ مفهوم الدولة الدينية وسيء استخدامه أيام أن كان الصليبيون يحكمون البلاد، أو كانت الديانة النصرانية تسود أوروبا باسم رجال الدين وباسم الثيوقراطية أو الدولة الدينية، فأسيء استخدام هذا المصطلح تماما. لذلك كثيرا ما يتحرج المسلم أن يقول عن قضية الخلافة إنها دولة دينية لهذه الاعتبارات، ويمكن أن يقال هي دولة مرجعيتها الدين. الدين هو الذي يحكمها في كل تفاصيل ويقودها في كل تفاصيل، لأن دين الله الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وضحها وأصل لها، إما في قرآن أو في سنة أو في اجتهادات العلماء. طيب دكتور، أنا أريد أن أسألك عن أدلة وجود الخلافة كونها أصل من أصول الدين، لكن قبل ذلك أريد أن أستدرك على نفسي وأصحح ما أظنه وقع مني خطأ عندما قلت لك أن العلماء والمفكرين يجمعون على أن الإسلام أو دولة الإسلام ليست دولة دينية، وأنا حقيقة لا أعرف إجماعا، وإنما الذي ظهر لي أكثر المحدثين من العلماء والمفكرين يقولون بأنها ليست دينية، ولا أعرف إذا ما كان هناك إجماع أم لا من عدمه، فقط للتصحيح والاستدراك. الأدلة على وجود نظام الخلافة دكتور عمر، بما أنها أصل من أصول الدين وتحتل هذا القدر العظيم من الأهمية والحيوية في الفكر الإسلامي وفي التشريع الإسلامي، ما الأدلة على وجود هذه الخلافة؟ قضية الخلافة عنوان كبير، أصل عظيم، وأدلتها في القرآن مبثوثة
متضافرة. الخلافة التي تقوم على حكم الله وعلى العدل وعلى مرجعية فيها الرجوع إلى القرآن والسنة، تجد فيها هذه الآيات العمدة التي كنا نتناولها قبل الفاصل، أن الله عز وجل يبين ما على الرعاة من واجبات تدور في فلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الأمانات بما فيها من جمع، أمانات فيما بين الله والعبد، وفيما بين العبد ونفسه، وفيما بين العبد والناس، أمانات في الولايات، في المسؤوليات، في الأموال العامة والخاصة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا أصل عظيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا أصل القضاء في الإسلام، ومهمة الحاكم أو الخليفة أو من يقوم مقامه، لأنه قد ينشغل الخليفة بقضايا للأمة أكبر من أن يكون قاضيا، أو أنه خرج للجهاد والغزو، فيكون من يحل محل الخليفة فيما نسميه الآن بالقضاء في الإسلام، والذي أصله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك المحاكم في بلاد المسلمين تجد دائما عليها رمز الميزان بكفتيه متساويتين، وقد كتب تحته وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لكن مع كامل الأسف هذا كشعار موجود على محاكمنا دون أن يكون له واقع. نعم. إلا ما ندر. لكن ما ذكرته، عفوا دكتور، يعني ما ذكرته حتى الآن لا يرقى، يعني أرجو أنه لا، أو أخشى أنه لا يرقى إلى أن يكون دليلا ظاهرا. أنا ما يعني أنا أمهد لك. طيب، حتى لا يدرك أنا الوقت، تفضل. طيب، فقضية الأمانات هي من الخلافة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خلافة، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه في واجبات الراعي. أما واجبات الرعية، لأن قضية إما راعي وإما رعية، هذه مسألة الخلافة في المظهر في العموم. طيب، هذا الراعي، وأما الرعية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله باتباع القرآن، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع السنة، وأولي الأمر منكم، طاعة ولي الأمر. مختلف على تفسير أولي الأمر هنا. طبعا أنا أقول لك ما ليس مختلفا عليه. يعني إذا كانت كلمة ولي الأمر تعني العلماء أو تعني الحكام، فكلاهما محتمل. لكن هنا كلمة ولي الأمر تعني الحكام في المقام الأول، وقيدها الله عز وجل بقيدين، لو فقهنا هذين القيدين ما رأينا أمثال هذه الأفكار المنحرفة عن دين الله، بأن الله سبحانه وتعالى قال وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، كما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر ترد إلى طاعة الله، لأن طاعة ولي الأمر ترد إلى طاعة الله وطاعة رسوله، فليس لولي الأمر طاعة خاصة أو طاعة مستقلة، إنما طاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ورد حديثان كلاهما قاعدتان أصوليتان في الدين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه واحدة. مش النهاردة فكر مثل المداخلة، هذا الفكر العفن، كلمة العفن سهلة بسيطة بالنسبة لهذا. انه يطيع الحاكم في كل شيء حتى في المعصية، وانه نسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وتفسير بعض العلماء له بانه المعصية والجهر بها، فهم ليس عندهم هذا، انما طاعة ولي الامر باطلاق، لدرجة انه يطلع يعصي ويظهر على الشاشات في التلفزيون يزني ويشرب الخمر، وليس لنا إلا أن ندعو له، ولا يجوز لنا أن نأمره بمعروف ولا أن ننهى عنه. نعم. كلام غريب عجيب يتناقض مع قول الله وأولي الأمر منكم
حيث لا طاعة لولي الأمر إلا من خلال طاعة الله وطاعة رسوله، بعد أن يستجمع شروط ولاية الأمر. نعم طبعا، ولي الأمر بعد أن يستجمع شروط ولاية الأمر. لكن دكتور، يعني ثمة من يقول في هذا السياق بأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما اجتمعوا لتسمية خليفة، وكان تسمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان موضوع اجتهادا سياسيا للحفاظ على وحدة بيضة الإسلام ووحدة المسلمين والحفاظ على الدولة الإسلامية، ولم يكن انطلاقا من نص شرعي واضح الدلالة في ذلك. لا، النص موجود، ليس هناك نص على خلافة أبي بكر، لكن كن أبو بكر يسمى خليفة. لا، على قضية الخلافة بذاتها ليس هناك نص، وإنما اجتهدوا سياسيا الحفاظ على الدولة. لا، كيف وقد قلت في بدايات كلامي، تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام مسجى بغطائه وذهبوا لاختيار الخليفة لما علموا من أهمية هذا في دين الله تعالى. أين هذا ما علموه نصا؟ بل يكون فهما. فهما، نعم. يعني إذن الأدلة عقلية وليست نصية على الخلافة، وما أخذوه عن القرآن أو عن السنة هي أدلة شرعية قبل أن تكون عقلية أو قبل أن تكون استنباطا. طب يعني هنا سؤال دكتور، وأنا طبعا أنقل الأفكار الموجودة في الساحة الإسلامية الموجودة الآن حتى يعني جنابكم تردون عليها. لكن السؤال الذي سألتني ما أكملته. تفضل. وأولي الأمر منكم، المعنى الثاني منكم، منكم معاشر المسلمين، منكم معاشر المؤمنين، منكم معاشر المحتكمين لشريعة رب العالمين. إذا أصبح الحكام في بلادنا الآن ليسوا منا، فهذه هي الجبرية. وإذا أصبحوا ليسوا منا فلا سمع لهم ولا طاعة. وإذا كانوا ليسوا منا بموالاتهم للكافرين، وهذه الموالاة كانت سرية ثم هي الآن مع قلة الحياء صارت علنية، والله عز وجل يقول في مثل هذه القضية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، منهم. لكن الخليفة الذي نطيعه وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي اجعلوا مرجعيتكم القرآن والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. من الأصول التي نرجع إليها في قضية الخلافة والحكم بما أنزل الله كل آيات الحاكمية في القرآن الكريم، كل آيات الحاكمية، وعلى رأسها مثلا: إن الحكم إلا لله. حصر، حصر، بعيدا عن كل الأفكار. واحد يقول لك لما تتكلم عن قضية إن الحكم إلا لله، ده بيتكلم بفكر سيد قطب، ده بيتكلم بمنهج ابن تيمية. قد تفسر دكتور علينا الحكم بين الناس في تعاملاتهم، في علاقاتهم بين بعضهم، في علاقة الزوج بزوجه وهكذا. هي عامة، هي عامة، من أول الأمير والخلافة إلى الزوج والراعي والخادم. بما معناه لما يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، غير لما يقول الحكم لله. لو قال الحكم لله تحتمل غيره، الحكم لله ولغيره، لكن لما جاءت بين أداة نفي وأداة استثناء فليس الحكم إلا لله. فهذا أصل من أصول الحاكمية أو من أصول الخلافة: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اقرأ قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا في التأصيل الذي سألت عنه فضيلتك. يبقى أفحكم الجاهلية يبغون، هذا ضد الخلافة، ضد الدين، هذا الكفر الصراح والبواح. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سؤال يحمل معنى النفي، أي لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل، فلا حكم يساويه ولا قانون يضاهيه ولا دستور يساوي. نعم، تقرأ قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا بقية آيات الحاكمية في القرآن الكريم هي أصل هذه الخلافة.
فهذا إذن يسمى بالتأصيل الشرعي لموضوع الخلافة، والحاكمية جزء واضح فيه أو عنوان كبير منه. طب لو حاولنا الغوص أكثر في هذا الموضوع دكتور، المقاصد التي سعت الشريعة إلى تحقيقها في الحياة في المجتمع المسلم على مستوى الجماعات والأفراد والدول من وراء نظام الخلافة، ما هذه المقاصد؟ مصالح العباد، مصالح العباد، حيثما كانت مصلحة العباد فثم شرع الله. هذه كلمة أو قاعدة أصولية. علاقة هذا بالخلافة؟ الخلافة لتحقيق هذه المصالح، وعندك كل رسالة جاءت من عند الله لها أهداف، لها مقاصد. حفظ الكليات الخمس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال والعرض. ثم من يضيف سادسا النسل العرض، يعني قال النسل أو العرض، فحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض وحفظ العقل وحفظ المال. لا سبيل إلى الحفاظ على هذه الكليات إلا في إطار خلافة، في إطار حكم بما أنزل الله. لكن لما انفرط عقد الخلافة أنت ترى مسألة لا حفاظ على شيء، لا على دين، لا على نفس، لا على عرض، لا على عقل، لا على مال. الأموال نهبا خاصة أو عامة، الشرب الخمور مباح ومتاح في دول العلمنة وبعيدا عن شرع الله، الزنا صار كشرب الماء في كثير من دول المسلمين فضلا عن دول الكافرين، الدماء تراق بحيث لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، والدين لا تجد دينا إلا في زاوية ضيقة يتعبد لله عز وجل بالصلاة فيما تبقى من الدين. لكن الدين الذي هو منهاج حياة لا يكون إلا في ظل خلافة الراشدة أو في ظل خلافة عامة. إذن كل المقاصد المنوطة بشرع الله إنما تتم وتوجد في ظل خلافة. ما في خلافة ما في هذه الكليات ولا في هذه المقاصد. تحدثت عن مصالح العباد، ثم هل ثمة وظائف أخرى تؤديها أو مقاصد أخرى تحققها؟ تكلمت بعدها عن الكليات الخمس، نعم، التي هي فيها كل ما نفتقده في المجتمع الآن. نحن نفتقد كل هذا وضربت المثل، لكن في ظل خلافة الراشدة نحن نحافظ على كل هذه الكليات. ومن وراء الكليات الفرعيات، لكن يقال الكليات أولا ثم يفهم منها كل الفرعيات بعدها. طيب بعد الفاصل، لدينا فاصل أخير بعده سنبحث صلاحية نظام الخلافة عبر الزمان والمكان إلى أي مدى، وبيان هذه الصلاحية إذا ما اتفقنا عليها بعد الفاصل. أذنت لنا دكتور وقفة أخيرة ومن ثم لنا عودة لاستكمال الحلقة. أهلا بكم دكتور. نحن في الجزء الأخير ولدينا القليل من الدقائق. ثمة من يقول بأن نظام الخلافة كان نافعا وناجعا ومحققا لغاياته في زمن قد انتهى، والآن لم يعد يصلح لزماننا بسبب التغيرات السياسية وبسبب عدم اشتمال الشريعة على
تفصيلات سياسية تحدد طريقة انتخاب الخليفة، وظائفه، ومن يستطيع أن يردعه إذا ما طغى وزاد عن الحد في سياسته. كيف يمكن الحديث عن هذا الموضوع؟ هذه شبهة خبيثة، وكثيرا ما ترددها العلمانية والليبرالية وأهل الحداثة، وهي أقل من أن تناقش أو أن يرد عليها، حيث إن قضية الخلافة في الإسلام لا مجال للمقارنة بينها وبين الأحكام الوضعية التي تحكم الدنيا الآن. ولو أريد الاختصار لقيل لهم انظروا إلى ما كان عليه المسلمون أيام الخلافة، وانظروا إلى حال المسلمين بغير الخلافة، وإلى أي شيء وصلوا من الذلة والمهانة والضياع. الخلافة في الإسلام ليست فترة من الفترات، وليست تأخذ شكلا متحجرا. حتى في بدايات الخلافة اختير سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بصورة معينة، غير الصورة التي اختير بها عمر، غير الصورة التي اختير بها عثمان، غير الصورة التي اختير بها علي. حتى أيام الحكم الورثي الإسلام يعني لم يكن حجر عثرة في سبيل أن تقوم أصول هذه الخلافة وأن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فالخلافة لها خصائصها التي لا تقارن، حيث إنها ربانية، ربانية المنهج، ربانية الغاية والوجهة، وهذا ليس إلا للخلافة في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. ثم هي إنسانية، تتفق مع الإنسان ومع مصالحه ومع واقعيته ومع مثاليته، فهي تدور مع الإنسان بكل أحواله. هذه الخلافة تمتاز بالسهولة واليسر والوضوح، ثم فيها من الشمول ما ليس لغيرها، ثم هي تتمشى مع المجتمعات إما بمثالية كمثالية الخلافة الراشدة، وإما بواقعية كواقعية الدول التي جاءت بعد ذلك، الدولة الأموية والعباسية إلى العثمانية. هذه واقعية موجودة في الخلافة تتمشى معها. كذلك هذه الخلافة فيها ثوابت وفيها مرونة. لو كانت ثابتة فقط فهي جامدة، تأخذ قالبا واحدا ولا تكون إلا في زمن من الأزمان وبهيئة من الهيئات، لكن لا. أين تكمن؟ إنما الثبات في الأصول والعقائد، إنما تدع لنا بعد ذلك المرونة في الفروع، في الهيئات، تختلف باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف الأشخاص. ولذلك يقال مثلا حكم ثابت وفتوى متغيرة تتغير بتغير الزمان والمكان. إذن شريعتنا ليست جامدة كما يزعم الآخرون، وإنما هي تجمع بين الثبات الذي تزول الجبال ولا تزول، هذه الثوابت، وبين مرونة تتمشى مع كل عصر ومع كل مصر، مع الحضارة، مع البداوة، لها وضعها في الصحراء ولها وضعها في المدينة، لها وضعها كما كانت في القرن الأول وكما نحن في القرن الخامس عشر الهجري وما يأتي بعدنا. هي تتمشى مع كل العصور بما فيها من مرونة لا تخرج عن الثوابت والمحكمات والعقائد والأصول. هذه طبيعة خلافتنا وطبيعة ديننا وشريعتنا. طب يعني دكتور، في هذا السياق يعني في بعد سياسي إلى حد ما، يعني المعارضون أو المنتقدون لهذا النظام يقولون إن الخليفة يحكم مدى الحياة، وليس في الشريعة ما ينص على تحديد صلاحيته إذا ما طغى، على وضع المساعدين له، على تحديد فترة زمانه. هل يعني أنا أقصد أنه الرد على هذا الكلام ينبع من أن بالفعل لا يوجد هناك تشريعات، أم أنه لأن الإسلام ليس حاكما منذ 100 عام فالفقهاء تأخروا في إنتاج هذه التفريعات الفقهية السياسية؟
في المرجعية نحن نقول قرآن وسنة، ويأتي كلام العلماء واستنباطاتهم واجتهاداتهم كأمر ثالث يستأنس به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. نحن ليس عندنا الخليفة يبقى مهما ظلم ومهما طغى وبغى، نحن عندنا أصول ثابتة في الإسلام على أنه متى خرج الحاكم عن قضية الخلافة وعن مصالح العباد فإنه يخرج عليه وإنه يقاتل ويقتل، لأن الحديث لما ذكر السمع والطاعة قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمتى وجد الكفر البواح فيجب الخروج على الحاكم وتنحيته من مكانه، فإن لم تكن هذه التنحية إلا بقتله فقتله جائز في دين الله سبحانه وتعالى. أما إن كان ظالما فينظر في مسألة المنافع والمفاسد، وهذا المنهج معروف عند أهل السنة والجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيكون عليكم أمراء جور فتعرفون وتنكرون، فمن أحسن فتعرفون وتنكرون، فيقول عليه الصلاة والسلام بعدها فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع لا برئ ولا سلم. طيب ليست المسألة إذن لو أذنت لي أرجو المعذرة دكتور، بقي عندي 3 دقائق، أريد أن أسألك على ما ذكرت، أن قلت بأنه لا يقام على الخليفة إلا إذا ظهر منه كفر بواح، ثم رأي آخر في فيما يتعلق بموضوع الخلافة أنه يجب أن يكون الخليفة راشدا، إقامة الخلافة الراشدة هذا واجب على كل مسلم. وفي هذا السياق ثم من يعتبر بعض الخلفاء الأمويين أو الخلفاء الأمويين ليسوا خلفاء راشدين، لذلك قام عبد الله بن الزبير وقام الحسين رضوان الله عليهما، وبالتالي قيامهما كان عملا جهاديا. إلى أي مدى يمكن ضبط هذا الأمر ب3 دقائق؟ نفرق بين خلافة الراشدة وبين خلافة ليست راشدة، ونقبل الخلافة غير الراشدة في ظل الواقعية. يعني إذا الخلافة الراشدة هذه كانت كالمثالية بالنسبة للعصر الإسلامي، فلما جاءت الخلافة التي قامت على الحكم الورثي العضود من أيام معاوية رضي الله عنه وإعطائه الخلافة لابنه يزيد، ثم ظلت في الدولة الأموية إلى أن خرج عليهم أبناء العمومة دولة العباسية وهكذا، هذه خلافة. لماذا هي خلافة؟ لأنها تقوم على القرآن والسنة على المرجعية الأصلية، لكن شطت عن المثالية المطلوبة في الخلافة الراشدة، فلا يمكن أن نسميها بالخلافة الراشدة. أليس المسلمون مأمورين بإقامة الخلافة الراشدة؟ كيف يسكت عن الخلافة الأموية مثلا؟ يعني المسألة هنا يرجع فيها العلماء إلى مسألة المنافع والمضار. فما دام هذا الحاكم الذي أخذ الخلافة بالإرث أخذها بالإرث، ولكنه يطبق شرع الله ويقيم العدل في الناس، يمكن أن يكون هناك سكوت عنه حتى لا تكون هناك دماء تراق وحتى لا تكون هناك مفاسد أكبر. انتهى وقت الحلقة، بقي معنا دقيقة، هل تحب أن تزيد شيئا عن موضوع الحلقة في دقيقة من فضلك؟ أننا نبشر الناس بأننا ننتظر الخلافة الراشدة، ستكون راشدة وستكون على منهاج الأمة، والذين يحرصون على أن يصلوا لهذه المرحلة لابد أن يكونوا من أهل السنة والجماعة بخصائصهم وسماتهم، ولا بد من عمل للوصول إلى هذه المثالية التي نرنو إليها، وتكون العاقبة بإذن الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين. شكرا جزيلا لكم دكتور عمر. مشاهدين الكرام، ختاما أشكر ضيفي الكريم المكرم الدكتور عمر عبد العزيز القرشي رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا، الشكر الأكبر لكم على حسن المتابعة، في حراسة الله.